وسهلا فيكم بالحلقه الجديده من برنامج البراعه بالزراعه بونجور دكتور داني كيفك اليوم اهلا نور كيفك انت شكرا. الحمد لله اليوم حلقتنا رح تحكي عن اكثر الطرق شيوعا باكتار النبات تنتعرف عليها اكثر لانه كثير منا بيحب اذا عنده نباتات على البلكون عنده او بالجنايته انه يكتر منها ويصير عنده منها هي ذاتها كذا كذا نبته فاليوم رح نشرح اكثر عن هذا الموضوع دكتور شو بتحب أول شي تعطينا هيك تعريف صغير عن التكاثر النبات؟ آه، تكاثر النبات أو إكثار النباتات بيصير طبيعياً بالطبيعة بالطبيعة النباتات هي بتتكاثر وبتزيد آه، بتزيد لحالها آه، إذا نحن بالبيت حابين حابين نزيد في كثير طرق آه، وحدة منها هي إكثار بالبزر يلي منشوفها عادة بكون عندنا شجرة تفاح بجنين الواحد بعد بعد فترة بعد سنة اثنين ثلاثة من من ثمرة بتوقع بشوف فرخة شجرة او اثنين او ثلاثة او ثلاثة حوالي الشجرة الأصلية اللي موجودة اللي موجودة عنده هلا الإكثار بالبذور بيستعملوه ممكن كثير يستعمل مجرد ما حط انا البذور بمكان بمكان رطب بتوصل له الشمس ودرجه حراره معتدله بصير في عنا بيصير في عنا التفريخ هلا ما بيمنع انه الناس بتبعد عاده عن هيدي عن هيدي الطريقه للاسباب اللي, اللي ذكرناها هي ما يقدروا الرطوبه الكافيه والى اخره واهم من هيدا انه هيدي البذرة عادة بتكون قليلة حتى تشبه النبتة اللي جاية اللي جاية هي منها. إذا واحد بده نبتة شبيهة 100% بالنبتة اللي عم بيشوفها قدامه، النبتة اللي موجودة عنده والحبة بكثرها والاخري آخره، بده ينتقل لنوع ثاني من الإكثار إكثار الإكثار بسميه الإكثار الخضري. الإكثار الخضري هو باستعمال أي جزء من الشجرة أي جزء من النبتة عم نحكي عن الجذر عم نحكي عن الجزع عم, عم نحكي عن الغصن أو حتى من الورقة بنستعمله وبننتج عدد بنقدر ننتج عدد كبير من النبتات الجديدة اللي بتشبه 100% النبتة الأمية اللي نحن نحن يلي بدينا بدينا فيها صحيح بس دكتور أهم شغلة لازم نحن نركز عليها هي السويل أو التراب اللي نحن بدنا نزرع فيه ان كان بذر ولا ان كان هذا الجزء، لازم يكون خفيف يعني بيسهل عمليه تصريف المي لانه بهالفتره نحن بس ننقل الجزء ان كان ورقه ولا ولا غصن على التراب وبدنا ياه ينمى، بيكون كثير حساس على كثره آه كثره الرطوبه فيه بخلي يصير في تكون امراض. <applause> آه، فطريه خاصه فلازم التراب اول ما عم بزرع فيه يكون خفيف ويكون في مواد غذائيه بتامن لهيدا الجزء اللي بده يكبر الغذاء الكافي حتى ينمو ويعطيني النبته اللي انا اللي انا بدي اياها رح نبلش نحكي عن اول طريقه معروفه بتعقيل او البوتراج تبع البلانت فشو بتحب توضح لنا عنها اكثر آه، بهيدي الطريقه هو انا عم باخذ جزء من النبته إيه عم باخذ جزء من الغصن من الغصن او 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 من الساق المهم يكون فيه كذا عقده وبيكون طاري تبع هذا الموسم اجمالا تبع تبع عمره سنه عمره عمره سنه من 10 ل 15 سنتيمتر بيكون فيه اكثر اكثر من عقده بقص بقص بشكل ورابي الجزء الاسفل لحتى زيد من المسافه او بالاحرى من المساحه اللي بتدق بالتراب أه ولحتى يصير في عندي جذر من من هيدا الجزء السفلي للشتله هلا من فوق اذا في عندنا ورق بقدر انا اقص الوراق اذا الوراق كثير كبار بقدر اقصرهم او قص جزء منهم لحافظ على توازن معين بين الليف اريا المساحه الخضراء اللي موجوده فوق التراب والجذر اللي انا بدي اسسه اللي عم يتكون تحت تحت التراب هلا أه في أرمون بقدر انا استعملها لحتى حفز هالخلايا لحتى تعمل جذر بسميها هرمون هرمون دو بوتوراج أه، بنجيبها من حي الله دكانة زراعيه من حي الله صيدليه زراعيه أه، بس مرات كثير يمكن ما،, ما تكون متواجده عنا عنا بالبيت في طريقه في طريقه سهله هي استعمال العسل اذا انا حطيت شويه عسل على على هيدا الجزء انا عم بعطي غذاء لهيدي, لهيدي الخلايا وخليها تتكاثر وحفزها و... اكثر انها تنمو وحفزها لتنمو وتكون الجذر يلي يلي انا بدي اياه، هلا آه هون نحن في عندنا آه جزء علوي فيه مساحه خضراء صغيره يمكن وفيه عائلتين او ثلاثه وعندي جزء سفلي عم بيكون جذر بس هيدا الجذر آه صغير بعده آه لازم انا ساعتها غطي هالبلانت بغطيها ببي ببي بنيلون شفاف ضل اسمح لدخول الشمس اللي بحاجة له نبتة وبذات الوقت بحافظ على درجة حرارة معتدلة وبحافظ على رطوبة عالية ما بتخلي هيدي الشتلة تخسر كل المي طبعا بحافظ على رطوبة الهواء وبطريقة غير مباشرة ساعتها على التربة وعلى كمية المي اللي متوفرة على هيدي النبتة الصغيرة اللي لازم يلي لازم أعطيها وقت الكافي لحتى تنمى وتعطي نبتة نبتة كاملة دكتور في في منهم بحطوها بمي كمان بتتشلش أسرع أو بتاخد شوية وقت بس شو الفرق بين المي والعسل؟ اي احسن أه هلا المي اكيد طريقه المي طريقه كثير بيعرفوها الناس بيستعملوها الى اخره لازم ننتبه لما نحطها بالماء انه الرطوبه كتير عاليه ساعتها في عندنا مجال انه يصير في عندنا امراض فطريه كثيره بس من قلع يمكن اذا تركناها وقت طويل صحيح بالمي وقت اكثر من اللزوم يمكن بيصير تكون هالامراض الفطريه على الجسم مزبوط لهيك نحن اذا بدنا نستعملها بنستعملها بالمي ممكن نحط نقطه جافيل. هيك بنخلي بنخلي المكان نظيف لا من أخر تكون الفطريات ممكن نزيد شوية سكر إذا بدنا كمان مثل ما قلنا قبل شوي هي هو غذاء لهيدي لهيدا الخلايا لحتى نحفزها لحتى تعمل شلش بعد بعد تكوين بعد تكوين الشلش أنا بقدر أنقل هيدا النبتة حتى بمستوعب مع مع التربة مثل ما ذكرتي مثل ما ذكرتي قبل شوي كيف لازم تكون فيها فيها غذاء خفيفة ونهتم بالرطوبة الرطوبة تبعها وبصير في عنا شتلة جديدة تكبر شوي شوي في طريقة تانية غير الغصن معروفة كمان بالتعقيل هي الو... بالورقة بس اهم شيء بهالطريقه انه الجزء اللي بيربط الورقه بالغصن يكون على طول يعني ما قص الورقه نصها او او من من, من من اخرها على الطرف لا بدي خلي هيدا الجزء موجود وهيدا الجزء هو بحطه بالتراب وكمان بينمو وبيعطيني شش رح تعطينا نبته اكثر شيء بستعملها عند البيغونيا واذا الورقه كبيره فينا قص منها بس بخلي هيدا البيسيول او هيدا الجزء اللي بيربط الورقه بالغصن وبحطه بقلب التراب آه في كمان بلانت كثير نحن بنشوفها انتريور آه اللي يعني هي لونغ دو مير اذا آه ورقتها كثير كبيره فما فيني كل الورقه حطها بقلب تراب فيني قص منها كذا بارتي وحطها حطها بالتراب وهيدي رح ترجع تنبت وتعطيني نبته وبتكبر بترجع مثل النبتة اللي انا اللي انا بدي اياها. صحيح في بعد كمان طريقه مثل ما قلنا نحن فينا نستفيد من اي جزء من النبته فينا ناخذ اجزاء من الجذور. آه بس ساعتها بدي 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 اعرق اذا بدك الجذور واخذ اجزاء منهم وعرضهم مثل ما قلت قبل شوي للتربه وللرطوبه والى بس آه ليه من الناس ببيوتها بتعمل 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 هيدي الطريقه، آه في طريقه اهين بيستعملوها عاده اللي هي التطمير. بستعملها <applause> كثير للنباتات اللي الجذع تبعها لين او او طري عم بحكي عن الورد عم بحكي عن العنب عم بحكي عن الرمان <applause> آه، مثلا آه، بقدر انا يا اما حط تربه حول هالجذع آه، ممكن اجرح شوي صغيرة الجزء مثل مثل محبس حول حول الجذر بحط آه، تربيه برطبه وبغلفها بكيس انا بزرح كمان تحفز هدول الخلايا انهم يعملوا شلوش مشان هيك بزرح صحيح 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 بجرح وبترك هيك مثل مثل نقطه صغيره بخلي انه الهرمون اللي بيرجع من الجزء من الجزء العلوي للسفلي للنبته بيوقف بمحل معين وبيساعد لانشاء هيدا 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 الجذر هي اذا كانت الشج اذا كان هيدا الجزء اللي بدي كثر منه كتير بعيد عن التراب اذا كنت انا كتير قريب من التراب مثل بورده مثلا او بشتله شتله رمين بقدر كل هيدا الغصن مثل ما قلنا اطبره بالتراب نزله نزله نزلوا بتراب بس بدي انتبه انه ارجع عليه من تاني ميله يعني ضل في جزء راسه يكون مبين ضل راسه مبين 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 فوق التراب وكل هيدا الجزء اللي انا حطيته بال بالتراب مع السقايه ومع الرطوبه مع كل العوامل التانية يلي يلي بتساعد برجع بشوف انه عم بينبت عندي شتله اثنين ثلاثه اربعه خمسه بس اتاكد انا انه هيدي الشتله صار فيها ورق من فوق وصار فيها جذر من تحت صارت نبته كامله بقدر ساعد اقطعهم وانقلهم على على بويت طبيعي بهي الطريقه ما بقدر احصل انا على اعداد كثير كبيره الافاده الوحيده منا انه انا عم كثر الجزء اللي عم كتره بضل متعلق بشتلة الام لا حتى تنجح لا حتى تنجح يعني العمليه أنا تنجح اعلى من من البتراج اذا بدنا الاول طريقه صحيح. دكتور في طريقه بعد بسمع عنها كثير هي التطعيم مثلا بتشوف احيانا شجره تفاح مثلا في عندك تفاحه حمراء بنفس الشجره حمراء وصفرة مثلا واحد هيك حب عبيله يعمل مثل بتصير شجره مميزه عنده فيها كذا كذا صنف او مثلا ورده كمان بتلاقي على نفس شتله الورد نبتة بتلاقي وردة حمراء وردة زهرية وردة بيضة فبتستغرب انه كيف هيدا كيف هيدا النبتة عم تعطيني ثلاث الوان مختلفة ان كان بالفواكه بالورد او بشي تاني شو هي طريقة من طرق الاكثار كمان الخضري بس كيف الكونسيبت تبع او مفهومها شو على شو بيرتكز؟ آه، التطعيم كتير مهم بالزراعة وكتير مهم بإكثار النباتات آه بالتاريخ اكتشفوا المزارعين شافوا المزارعين انه في نباتات جذرة كتير قوي ومقاوم للأمراض وبيحصل على الرطوبة اللي بحاجة لها واكتشفوا كمان أنه النباتات الجزء العلوي تبعها هن بدون إياه أو هن محسنينه إن كان الورق تبعهم كان الزهر تبعهم كان الثمرة ثمرة تبعه بذات الوقت بيحمل جذر شوي شوي ضعيف ففكروا ليش ما بنقدر نجمع بين الاثنين فالفكره الاساسيه انت انه عم تجمعي عم تاخذي الحسنات او الايجابيات من من شتلتين عم تاخذي الجزء السفلي يلي جذره قوي ومقاوم وعم تاخذي الجزء العلوي يلي انت بحاجه له لحتى تبيعيه او لحتى تتاملي تستمتعي بجماله أو أو, او 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 ما شابه مثل الفواكه او او هيدا أه بتشوفي مثلا هون انا بقدر عندي جذر اللي بدي اياه انا بقدر طعم بطريقه نحن بنسميها تي تي يعني حرف التي باللاتيني اوكي أه بجيب العقله اللي بدي طعم عليها انا بجرح ال... بجرح الجذع وبدخلها بمحلها ما ما بفتح اكثر بكثير بدنا ولا اصغر بفتح المساحه اللي انا بحاجه لها على القد بحط العقله وبقدر ساعتها اربطها اربطها برافيا لحتى خلي هيدي الخلايا من من هول الجزئين اللي بدي اجمعهم الخلايا لازم يصيروا قراب لبعضهم ويلحموا والجزء العلوي يرجع يعطيني اخضر ونبات خضري اقدر انا استفيد استفيد منه هلا التطعيم لكن بيرتكز على جمع جزئين هود الجزئين بيقدر يكون عندهم تقريبا ذات المساحه ذات الحجم ساعتها بقدر أقربن من بعضهم بقص بشكل افق اوبليك لحتى اجمعهم بجمعهم بجمعهم برافيا مرات كتير بيكون الجزء الاساسي واسع كتير او كبير كتير ساعتها ممكن حط اثنين او ثلاثه او اربعه على على اطرافه اجزاء جديده قمحة أمحة أمحة جديدة وهيك بستفيد من الجزر اللي هو قوي ومقاوم ومن الجزء العلوي اللي انا بحاجه له لبيعه او لاستمتع فيه. لاستمتع لا فيه بس بهالطريقه هي اهين من هوليك ليش؟ لانه اذا بنجي بنفكر انه في عندك بلانت نبته ديجا عندها شلوش بالارض يعني انت ما عم تزرع شيء بده بيطلع لك شلوش، ديجا عندها شلوش وعم تجيب الصنف اللي انت حابب يطلع لك اللي رح يعطيك الورق رح يعطيك الفواكه، سو بهالطريقه عم تجمع الاثنين، سو نجاحها لهيدي لهيدي المرأه الطريقه هي اكثر من نجاح البتراج ولا الماركوتاج ان كان لحيا واحد عنده حد بيته اجمالا هيدي اي متى بتصير بعد الفواكه ما تطلع الى وقت هلا هي اكيد كل صنف له وقت محدد التطعيم تبعه بس اجمالا نحن اذا بنعطي نصون صغيره للعالم في مثل الزراعي بيقول كل منه طعم منه فعاده بصير التطعيم مباشره بعد فتره بعد فتره الاثمار بس لانه هي هيك بتحسها شوي دقيقه اكثر من غيرها وعندها طرقة الخاصة يمكن بدأت طرق اهتمام أكثر من هوليك إنه مش إنه فوا أنا شلت الشخص من بتراب شلش طلع لي بلون هاي يمكن أكثر بدأ اهتمام في, في شغلة كثير مهمة واحد لازم يهتم يفكر فيها هو الجزء العلوي اللي أنا بطعم منه يعني الطعم اللي أنا عم بحطه بالنهاية هو جزء من شتلي إذا عرضته لرطوبة كثير عالية، إذا عرضته لتراب ممكن يرجع يطلع شلش يعني ما لازم تمه على هاي. المهم المهم إذا الطعم كان كثير قريب من التراب أنا ما ارجع اخلي التراب يقرب عليه لأنه عم برجع في عندي أه بكون عم بنزعه بكون عم بعمل جذر أه أه عم تمه مثل ما قلنا قبل عم عم طمو عم طلع عم طلع جذر ما بدي ما اياها ممكن ممكن تمرض ممكن تاذي الشتله الاساسيه اللي اللي آه انا عندي اياها اكيد من بعد ما يصير في تطعيم مرات بيطلع على حول الشجره آه نباتات هيدي النباتات بتكون بتشبه الجذر <applause> يعني بشكل بطريقه غير مباشره هي بريه نحن منا بحاجه للثمر تبع الثمر تبعها ما بينباع وهي بتنافس الشجره الام على الغذاء وعلى المي الى اخره يستحسن ان نخلص نخلص منها فهودي كلهم كل هالنباتات اللي بتطلع على كعب الشجره دغري هيدي هيدي بنخلص منها لازم لازم نقصها لانه بتاثر على الانتاج مثل يعني انا اذا جبت شجره زرعتها من مشتل مطعمه ديجا لازم انتبه انه بس يطلعوا لي هول الشتلات الصغار لازم شيلهم لحتى ما ياثر على الانتاج تبعي، بس احيانا دكتور بنشوف نحن الشجره اللي جبناها طعمناها على كبر مثلا متورمه او انا المطرح اللي طعمته بعده معلم انه انه هون طعم هذا شيء طبيعي آه كتير طبيعي ضل ظاهر العلامه لانه بالنهايه انا عم بجمع خليتين بعض عن بعضهم فكل واحد عنده جاردينيا بالبيت بشوف جزء لونه رمادي اللي هو البورتغراف اللي حامل الطعم والجزء الثاني اللي بيتحول شوي صغيرة لبني هلا مرات هالتطعيم ما بيكون في تناسق بالاحجام فبصير في مشكل وهيدا المشكل مع الوقت بيكبر بتشوف في شتله لنقول القطر تبعها 10 سنتيمتر وفجاه بيتحول ل 20 بصير هالتضخم اللي منه اللي منه اللي اللي طبيعي بيأثر بيأثر على الشجرة هلا مرات بيكون في بس السكاتريس أو العلامة إنه نحن طعمنا بتضل بتضل مبينة بس إذا الطعم دليل نجاح الطعم هو أكيد الثمرة ولكن أساسي إنه الطعم كمان يثبت بمحله ويحافظ على متانة الشجرة لأنه إذا ما كانت متينة بعد الحمل ممكن يرجع ممكن يرجع ينكسر آه ومثل ما كنت عبول أنا قبل شوي ممكن إذا على, على الجزع الجزع بيكون بي آه مستوى او بمسافه معينه مساحه معينه يعني بيرجع بيصير فوق مساحه اكبر بكثير هيدا التضخم بنشوفه مرات كثيره بالجنينات 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 الكبيره بيكون واحد جايب اشجار مطعمه آه وهيدا بعد فتره بعد فتره بعد كذا سنه بيصير في هيدا بيصير في هيدا التضخم ما بياثر على نوعيه النباتات على نوعيه الثمره اللي انا عم بحصل عليها ولكن بياثر كثير على متانتها متانتها للشجر هيدا منه مرض هذا شيء طبيعي شيء شيء طبيعي شيء طبيعي من بعد من بعد التطعيم ممكن يعني ممكن غلطه نسير. من التطعيم من الاول اذا بدنا ما كانوا صحيح. هالكتر تبع الاغصان اللي عم جمعهم مع بعضهم هن متنسقين من الاول طب دكتور في في اذا بدنا نحن بنلاحظ احيانا بنجيب بلانت على انه هيدي البلانت حسه انه عم تكبر يعني مش انه عم تكبر كوراء عم تكبر من تحت عم يرجع يطلع لنا بلانتات مثلها هي ذاتها مثل اكثر شيء بنشوف عند النعناع عند الفراز بتجيب شتله وحده بصير عندك كذا شتله كيف هول البلانتات غير عن هوليك ليش هو هولي بتجددوا بيتجددوا منهم لوحدهم آه بالنسبه للنباتات اللي كثير سهل ي... الاكتار تبعها يعني هي طبيعيا بتتكاثر بيقدر ال... بيقدروا الناس آه بالف... بالفتره بال... بالموسم الميت يعني عم نحكي عن ال... ال... الخريف <applause> والشتاء <applause> و... قبل بدايه الرهن. بدون بدون شك بقدر انا اخذ هيدا النبته شيلها من المستوعب اللي هي موجوده فيه وقصمها لشتلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة قد ما أنا قد ما أنا بحاجة وبتحصل على بنحصل على شتلة بتشبه إما مية بالمية. وحتى ممكن السنة اللي بعدها بقدر هيدي الشتلة كمان أقدر 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 كتر, أقدر كتر منها آه اللي ذكرتيه حول النعنع وال والفريز آه كثير مهم اذا من الفريز في عندهم آه في عندهم اغصان آه اغصان طريه كثير هالاغصان بنسميها الاغصان هوائيه هيدي الاغصان مجرد مجرد ما دقت بالتراب مجرد ما تغطت بشويه تراب مع شويه رطوبه بنشوف مباشره تكون جذر والشتله رجعت كبرت عملت ازهار وعطيتنا وعطيتنا ثمار نبتة جديدة وعطيتنا وعطي ثمار وهيدي كلها نبتة جديدة بقدر انا بقدر انا انقلها، هلا اللي بيزرع فريز بيتكل على هيدا الشيء خي كتير من من بلانتات وجددهم من سنة لسنة صحيح سنة. ما في حاجة ينقلهم من محل تانية بخليهم مثل ما هن بخليهم بخليها بأرضها للشتلة لأنه كل شتلة جديدة موجودة بمحلها هي اللي رح تعطي زهور ورح تعطي ثمر ثمر جديد يعني هول البلانتات بمدوا نحن آه النعنع عم نحصل تقريبا على ذات النتيجة ولكن علميا هي مختلفة الغصن تبعها بنسميه غصن أرضي تحت الارض بينما؟ آه كمان هو هو ورق آه مجرد ما يكون كونه موجود تحت الارض دغري بكون بكون شلش بيرجع الجزء الهوائي منه بيطلع فوق فوق التراب وبيعطينا وبيعطينا النعناع اللي نحن اللي نحن بنستخدمه واللي بيزرع النعناع بيعرف قديش سهل واحد يشيل جزء صغير من الشتله <applause> اول شيء بينتبه قديش سهل تمد و وتنمى بقوه بي وحتى بيقدر يقطفها مره واثنين وثلاثه وترجع ترجع ترجع تعطي وقديش سهل انه ياخذ جزء منها ويحطه بمكان ثاني ويرجع يكون ويحصل على نبته على نبته, نبتة جديده نبتة. آه بالاضافه لهم هلا في بعض النباتات مثلا مثل التوليب يلي هي آه بصله حساسه بصله مظبوط الجزء اللي تحت الارض هو 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 بصله كل سنه باخر الموسم من بعد ما نحن صار في عنا الزهره الحلوه اللي, اللي استمتعنا فيها والى اخره بتيبس اذا بنطلع تحت ال تحت التراب بكون في عندنا عدد صغير من البصلات بصلات صغيره يعني عندنا ست سبع بصلات صغار بصيلات صغار بقدر خليهم انا بمحلهم السنه اللي بعدها مجرد ما ارويها بترجع بيخضر وبشوف بشوف الورق الاخضر بجع بشوف الزهره او بقدر حتى شيلهم نشفهم حافظ عليهم كل فتره الشتاء وارجع استعملهم بالربيع 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 الجاي في عندي كمان غير غير البصليات في عندنا الدرنيات مثل البطاطا بطاطا بطاطا شمندر كمان هيدي آه طريقه مختلفه بالتكاثر الشيء اللي بدرو أنا, انا بالارض هو آه هيدي حبه البطاطا بتكون حبه بطاطا كثير صغيره بحطها انا بالارض بتعطي جزء العلوي الخضار هذا الخضار بيرجع بنمي الجزء السفلي من دراني صغيره بكون انا عندي سبعه ثمانيه تسعه 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 درانيات تسعه درانيات كبار بقدر انا اخذهم واستعملهم عاده المزارع بيقدر يترك الصغار الحبوب الحبوب الصغيره هي اللي بيقدر يرجع يستعملها بالسنوات بالسنوات اللاحقه يعني نحن اذا بدك البطاطا ما بنجيب بذر وبنزرع للعالم هيك شوي تفهم بنجيب هول الدرنات من هول وبنكثر وبنزرع نحن الارض تبعنا بطاطا دكتور بالختام نحن منتشكرك على الحلقه وعلى المعلومات القيم اللي اعطيتنا اياهم وان شاء الله نكون حمسنا المشاهدين انه اذا حابين هالنبته يكتروا منا هيدي كانت حلقتنا لليوم من البراء بالزراعة إذا عندكم أي أسئلة أو حابين تتواصلوا معنا فيكن على صفحة فيسبوك مريم تي في أه ترجعوا كمان تحضروا الحلقة نحن بنودعكم من لكم ترونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة باي باي